السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. النهاردة أوعدكم أعزائي المشاهدين هيكون معانا حلقة متميزة، وده لأن إحنا هنتكلم في موضوع حساس شوية، موضوع كتير قوي من الناس بيعانوا منه أو يعرفوا حد بيعاني منه لكن هم بيسكتوا على نفسهم، وده نظرا لأن القضية بتبقى شائكة شويتين، بتبقى حساسة شويتين، بيبقوا مكسوفين شويتين ثلاثة أربعة. النهاردة هنتكلم في أمراض الشرج والمستفيض، أي حد بيكون عنده البواسير، عنده شرخ، عنده نسور، عنده كراج، عنده أي مشكلة في المنطقة الحساسة دي في جسمه ممكن يقعد يسكت على المشكلة فترات طويلة جدا، ويبقى فاكر إن الموضوع إن شاء الله ربنا هيسترها، إن شاء الله هتسكت، إن شاء الله هتبطل، الدم اللي بينزل ده هيعدي إن شاء الله لغاية ما يتفاجئ بمشكلات كبيرة جدا، يتفاجئ بحدوث للأسف بعض المضاعفات، أو للأسف الشديد يكون هو فاكر إن عنده مشكلة بسيطة من الحاجات اللي إحنا قلناها، لكن لما يزهق ويتعب يروح يكشف يلاقي إن المشكلة كانت أكبر من كده وكانت أعمق من كده وكانت أخطر من كده، لكن هو للأسف الشديد ما أخدش باله، أو للأسف الشديد خاف أو اتكسف أو كسل أو سمع عن علاجات كانت بتتعمل في من شوية وكانت بتعمل شوية ألام مبرحة وبتعمل شوية حاجات رخمة، هو خاف قال لا أنا مش هعمل عملية يجرالي زي ما حصل لعم فلان أو لطنط فلانة، ده اتعذبت كتير جدا واتبهدلت في العملية دي، فبناء عليه لا أنا مش هعمل عملية، والآخر يفوق للأسف على كرسي. معانا النهاردة في حلقة النهاردة أخويا اللي مشرفني دكتور محمد شوقي، أخصائي جراحات الجهاز الهضمي والمناظير، اتكلمنا في حلقة النهاردة وإن شاء الله تكون حلقة شيقة ومميزة جدا. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك دكتور محمد. دكتور محمد زي ما قلت في المقدمة الموضوع ده له طبيعة حساسة شوية، لأن هو في منطقة اتربينا وده صح من صغرنا، المنطقة دي منطقة محرمة في الجسد محدش يبص عليها ولا أقرب الأقربين، فالشخص بينشأ ويكبر سواء راجل أو ست المنطقة دي منطقة حساسة ومحرمة، ونال عليه بيحصل زي ما اتفقنا في المقدمة إن الشخص بيجيلك في مراحل متأخرة جدا من المرض. قبل ما نبدأ نتكلم في القصة دي عاوز حضرتك تشرح لي طبيعة المنطقة اللي الناس حتى ما بيقولوهاش باسمها المجرد، يعني ما حدش بيقول الشرج، او لا دايما بيقولوا اسامي موطنه، يقول لك مثلا ده كذا، او كل عيله او كل مدينه بيبقى ليها اسم للمنطقه دي عشان هم مش عاوزين يقولوها مجرده، ده يدل على قد ايه المنطقه دي ليها طبيعه خاصه. فايه القصه اللي بتحصل يا دكتور محمد بتخلي الامراض بعد كده تنشا او تحصل؟ احنا يعني عشان الموضوع يبقى سهل على للفهم هتكلم الاول في طبيعه تكوين المنطقه دي علشان تبقى الناس بس واخده بالها احنا المشكله بتحصل ازاي. قناه الشرج نفسها، قناه الشرج كتكوين هي دي اخر جزء من القناه الهضميه، بتبقى التكوين بتاعها زيه بشكل كبير جدا مشابه لتكوين جدار القولون، ليها غشاء مبطن وليها شرايين مغذيه واورده وحواليها عضلات والدهون والكلام اللي حواليها، تمام؟ ده باختصار التكوين بتاعنا بتاع منطقه الشرج. عشان تبدا تحصل مشكله لازم جزء من الاجزاء دي تتضرر، ايا كان بقى الجزء اللي هيحصل فيه مشكله نبدا نقول احنا عندنا مشكله ايه بعد. لو حصل التضرر مثلا على مستوى الغشاء المبطن لقناه الشرج ده بيكون في غالب الاحوال مشكله الشرخ الشرج المعروف الناس كلها بانواعه. لو حصل التضرر على مستوى الاورده المبطنه اللي تحت الغشاء المبطن لجدار الشرج ده بيكون في الغالب بواسير بانواعها وهنقول درجاتها بعد كده وكيف التعامل معاها. لو حصل في المنطقة المحيطة منطقة العضلات والدهون والجلد اللي حوالين منطقة الشرج كلها ده في الغالب بيبقى حاجة من اثنين، اما ان هو نسور شرجي او كراك شرجي، ودي من الحاجات اللي احيانا بتبقى فيها حاجات طارئة كتير لازم نتعامل معاها على طول، يعني ما تستناش عليها، بنسميها احنا حالات طوارئ، تمام؟ باختصار التضرر في المنطقة دي زي ما احنا قلنا ممكن يحصل في اي مكان منهم. الحاجة الاكثر شيوعا والحاجة المعروفة لكل الناس هي موضوع البواسير، هو ده اكثر حاجة هتلاقي اغلب الناس دايما في محيط اصدقائك، في محيط قرايبك، في محيط المكان شغلك اكيد تعرضت لحد دايما عنده مشكله او اتكلم معاك عن الموضوع ده، فهتلاقي هو ده اكتر حاجه، ده الاكتر شيوعا عند الناس كلها، ده دي المشكله ودي دايما تخص منطقه الاورده بتاعه منطقه الشرج بالانواع بتاعتها اللي هنتكلم عنها. وفي طبعا يعني زي ما انت قلت وتكرمت قبل في
المقدمه الجميله، ان احنا يعني الحاجات دي لما بتحصل بيبقى في دايما نوع من الخجل والكسوف ان احنا ندور عليها، فدايما بتلاقي الناس بتكسل شويه شويه، يسكت على الموضوع شويه، تحاول يتكلم مع حد، فتلاقي الموضوع بيتطور من حاجه بسيطه في الاول ممكن علاجها بطريقه بسيطه، تغيير لايف ستايل مثلا بتاع التغذيه ادويه، ندخل بعد كده المراحل اعلى شويه ان احنا نحتاج تدخلات، سواء بقى كانت تدخلات بسيطه او تدخلات جراحيه بانواعها. فده بيبقى دايما من جاي من نقطه ان احنا بنكسل او عندنا بنخلي موضوع الخجل من الكلام في المنطقه دي بالذات يمنعنا ان احنا ندور على كشف مبكر في المنطقه دي. اللي هو محمد اسمح لي اقطعك، لان حضرتك قلت دلوقتي جزئيه مهمه جدا. بحب اكد على الساده المشاهدين، اعزائي الساده المشاهدين، يعني احيانا لما يكون الموضوع لسه في الاول وحضرتك او حضرتك مكسوفه او شايفه ان الموضوع بسيط او ما فيهوش مشاكل او ان شاء الله هي ربنا هيعديها، التكاسل ده او التباطؤ ده او التاخير ده حولنا من حاجه بسيطه ممكن تخف بيه. دكتور محمد لسه بيقول تغيير لايف ستايل بس، يعني شويه اكل شويه شرب شويه رياضه او حتى بالعلاج لحاجه محتاجه عملية أو كمان لحاجة كارثية أو خطيرة. وأنا بدلش معاك دكتور محمد قبل الهوى، تمام، قلت لي عن حكاية الشاب اللي هو كان فاكر إن هو عنده بواسير، ممكن تشارك أعزائي المشاهدين القصة دي؟ هو كان في يعني أحد الشباب كده كان يعني قعد فترة طويلة جدا عنده حرج من المنطقة دي، عنده ألم، عنده نزيف مستمر مع كل حمام بيعمله. متخيل ان القصه في الاخر قصه شرخ شرجي او قصه بواسير، هو ما عندوش خلفيه المشكله اللي كانت عنده كانت ايه. كان سنه صغير جدا، كان حاجه و30 سنه، قضى منهم مثلا 10 12 سنه تقريبا عنده نزيف، بيعاني من الم ونزيف بدون سبب في مخيلته، ان هو خلاص هو مش قادر يتكلم مع حد يقول انا مثلا عندي بواسير او عندي شرخ، وعنده حرج ان هو حد يبص عليه، يعني عنده حرج ان هو يراجع حتى الطبيب في الموضوع، تمام. لحد وقت متأخر جدا جه الشاب ده، يعني كانت شكوته ان النزيف بقى كمية كبيرة جدا ما بتحكمش فيها، حتى مع الأدوية اللي بياخدها او الأدوية اللي بياخدها من نفسه من الصيدلية لوقت النزيف الكلام ده خلاص ما بقاش بيتأثر، تمام. في الفحص العادي بتاعه لأول مرة بنفحصه ببص على العيان فيه تورم كبير جدا نازل من آخر المستقيم لحد جدار الشرج. طبعا بدأنا نتعامل معاه بقى بالخطوات الطبيعية بتاعت الحالات اللي زي كده، أخذنا له عينة وللأسف طبعا طلع ورم متقدم جدا في آخر المستقيم. القصة كانت ممكن في الأول جريدنج بتاعه يبقى أحسن من الوضع اللي هو كان فيه، ولكن في الآخر هو كسل، الموضوع تطور. ويمكن يا دكتور محمد المنطقة دي مبقاش فيها كسل على قد ما بيكون فيها إحراج وكسوف، ده حقيقي. وأنا عاوز حضرتك تركز على معلش على الجزئية دي قوي، يعني أنا لو طلعنا أعزائي المشاهدين من حلقة النهاردة بس بان احنا ما نكسلش ما نخافش، برضو انا عاوز حضرتك تكلمني عن الرعب اللي بيجي لكتير قوي من اخواتنا اللي بيبقى عندهم مشكله دي بسبب التاريخ المرضي العنيف او القاسي اللي بعض من اقاربهم او معارفهم او اصدقائهم مروا بيه. هو يعني يبقى التاريخ المرضي في الموضوع ده يعني من النقطة مهمة جدا، لان احنا برضو في الاخر بنتعامل بفطرة وطبيعة مختلفة شوية، ان احنا عندنا يعني موضوع العاطفة والاحساس بالالم بتاع الناس ده مهم، فاحنا تلاقي معظم الناس في اساطير في الموضوع ده، في يعني مش عايز اقول لك ان احنا وصلنا للموضوع خرافات، ان الناس عندها باك جراوند من التاريخ المرضي للقصة دي. انا عاوز حضرتك يا دكتور محمد دلوقتي تحكي لي الاساطير دي عشان في اخر الحلقة تمام نشوف الحل. جزء من المشكلة طبعا ان الناس عندها فهم او معلومات مؤكدة، يعني طبعا ما اعرفش المعلومات المؤكدة دي بتطلع منين، لكن كل واحد تكلمه في الموضوع او كل واحد عنده مشكلة في المنطقة دي دايما لما بيجي يتكلم يقولك انا عارف ان بعد مثلا العملية دي بتقعد عندك ألم مثلا 4-5 شهور والامور بالنسبة لك بتبقى صعبة جدا وبتفضل فترة طويلة جدا عندك مشكلة مع الحمام، بيفضل عندك مشكلة في الحركة، ما بتقدرش تتحرك بشكل طبيعي، بتاخد وقت كبير جدا للتعافي بعد العمليه، وده هي في الاخر تجارب فرديه، مش كل الحالات زي بعضها. زي ما احنا قلنا في الاول برضو التعامل مع الحالات دي في الاول بدري بيخلي حتى البروجنوزس، بيخلي حتى تقدم الحاله بعد العمليه او ايا كان التدخل اللي انت هتعمله للعيان نوعيا اسهل عليه. كل ما كانت الموضوع ابسط في الاول بنتعامل معاه بشكل مبسط، التدخلات اللي بنعملها على قناه الشرج بتبقى نوعيا اخف على العيان بكتير،
غير لما انا استنى مثلا لما اوصل لمرحله متقدمه مثلا وصعود شرعي للكلام ده، بيحتاج فعليا ما اقدرش ننكر ان هو بيحتاج فعليا مده تعافي طويله، ولكن انا في الاخر جزء من المشكله، انا تسببت في ان انا حركت نفسي من منطقه هتاخد يومين ثلاثه بعد العمليه واتحرك وعيش حياتي الطبيعيه بشكل طبيعي جدا زي اي عمليه تانية بسيطه، لموضوع اكبر بكتير فعلا قد يحتاج لاسابيع وشهور علشان تبدا تحس ان انت بدات تتعافى بشكل طبيعي، تدخل الحمام ما عندكش قلق ولا خوف من الالم. فهو فعليا ممكن يحصل الكلام ده، ولكن ده مش الطبيعي في كل الحالات. تمام محمد اسمح لي، معانا اول اتصال، استاذ احلام منصوره، السلام عليكم. الو، استاذ السلام احلام. عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله والله زي الفل. دكتور محمد، مع حضرتك يا زميل حنان، اتفضلي. طب الاتصال اتقطع، يا ريت استاذ حنان تكلمنا مره ثانيه علشان نعرف سؤال حضرتك. دكتور محمد، انا فهمت من حضرتك وبشارك اعزائي المشاهدين، هل الفهم ده صحيح ولا لا، الرعب او الاساطير المرعبه اللي بتحصل بعد جراحات هذه المنطقه بيشترك فيها حاجتين، العيان نفسه بالتاخير والخوف والرعب اللي ممكن يحصل، دي نمره واحد. نمره اثنين، ممكن من الطريقه المستخدمه في العمليه الجراحيه. ده طبعا نقطه مهمه جدا، ان احنا عندنا جزء من التاريخ بتاع الالام بعد العمليه، العيان بيكتسبه من حاجتين. اول حاجه بيكتسبه من تجربه حد حواليه، يعني هو شاف حد عمل العمليه مثلا وقعد يتالم فتره طويله، ومرات طبعا احنا لازم برضو نعترف ان في من الالم ده نسبي، يعني في عيان بيتحمل الالم بقدر معين، نفس الالم ده عند عيان تاني بيبقى الموضوع بالنسبه له صعب، هو طبيعي ان تحملك للالم زي اي حد. تمام، هي في الاخر تجربه فرديه، ولكن زمان ودلوقتي كان عندنا طرق مختلفه شويه للعمليه. يعني التكنيك الجديده في العمليه بدات. محمد اسمح لي قبل ما نخش في التكنيك الجديده، معانا استاذ ايمن من اسكندريه، السلام عليكم. السلام عليكم، تحت امرك استاذ ايمن، اتفضل. كان عندي سؤال بس للدكتور محمد. الدكتور محمد، مع حضرتك، اتفضل. يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضل. اخبارك ايه؟ دكتور، انا كنت عامل عمليه تقريبا من 3 سنين، عمليه بواسير، او من سنه، يعني من 3 سنين او من سنتين ونص تقريبا. تمام. ومن بعد العمليه حاسس زي في ضيق او ضيق في الشرج، تمام، صعوبه كده في دخول الحمام او في امساك. تمام. طيب احنا موضوع الاحساس بالضيق فتح الشرج ده بعد العملية مباشرة، ولا أخذ معاك فترة شوية على ما بدأت تحس إن أنت أوريدي الحمام بتاعك بقى صعب وبقى فعلا في مجهود وأنت بتعمل الحمام؟ لا، بعد العملية بفترة. بعد العملية بفترة دي تقريبا؟ ممكن 3 شهور تقريبا. تمام، اللي هي الفترة المطلوبة تقريبا للجراحة التقليدية للأماكن بتاعت الجراحة، إن هي تكون حصل فيها التئام كامل للجذور. تمام. تمام، طيب احنا في الفتره بتاعت 3 شهور الاولانيين دول كان بيبقى في مثلا دم او نزيف او افرازات زياده مع العمليه، ولا الامور نوعيا كانت مقبوله؟ لا، بعد العمليه مفيش خالص اي حاجه. تمام، الامور اتحسنت معاك في موضوع الافرازات والكلام ده بشكل سريع؟ تمام، شهرين او حاجه كان الموضوع كاني مفيش حاجه، بس هو كان الموضوع جديد هو بعد الشهرين بقى بدات الامور نوعيا تتغير شويه، الحمام نفسه بقى محتاج مجهود شويه او محتاج ضغط علشان تقدر تدخل. تمام. طيب انت احساسك بان الحمام لما تدخل الحمام بيجي لك الاحساس الطبيعي ان انت خلاص الحمام بتاعك خلص، ولا بيجي لك احساس ان انت ما حصلكش ايفاكويشن كامل، ما خلصتش الحمام كله بتاعك على مره واحده؟ لا بيبقى خلص. تمام، انما انت حاسس ان انت في مجهود زياده مع الحمام؟ في صعوبه كبيره في البدايه بالذات يعني. تمام، ممكن بعد كده الموضوع بيبقى اسهل، بس بدايه دخول الحمام بيبقى الموضوع صعب قوي. تابعنا دايما، تابعنا دايما، الدكتور محمد هيجاوب حضرتك حالا، تابعنا في التلفزيون، شكرا. طبعا اللي بيحصل مع استاذ ايمن ده احد المضاعفات اللي ممكن فعليا تحصل مع العمليه، وان يحصل لنا دي في قناه الشرج بعد العمليه، وده له مجموعه من الاسباب مش سبب واحد. اول حاجه احنا السبب المهم ان العمليه نفسها تتعمل بشكل اجريسيف شويه على قناه الشرج، يعني نتعامل مع محيط الشرج بالكامل. قصدي حضرتك. تمام. ده احد المشاكل اللي بتحصل، لان لما بيحصل التئام للجروح بشكل كامل ما بتلتئمش بشكل نسيجي الطبيعي بعد العمليه، يعني احنا عندنا المنطقه بتاعت قناه الشرج نفسها الغشاء المبطن ليها لما بنتعامل معاه بالشكل التقليدي مثلا الجراحه زي زمان، لما بيلتئم الالتئام بتاعه بيكون بشكل
تليف اقرب للتليف من المناسيج الطبيعي. فده ما بيديكيش ما بيديش معانا الليونه والمرونه بتاعه قناه الشرج الطبيعيه ان هي تفتح وتقفل بشكل طبيعي، تمام؟ فده بيديله بعد كده احساس بان فتحه الشرج دايما مضغوطه، وده بيحصل معاه دايما. المفروض ان هو يبتدي معاه في بدايه الحمام اكتر شويه، يعني هو يحس في بدايه الحمام بتقل، وان هو محتاج مجهود، محتاج يضغط على نفسه علشان يبدا الحمام يتحرك، لحد ما يوصل لمرحله الاتساع الطبيعي اللي هو بيحصل مع الدايلاتيشن بتاع خروج الحمام نفسه، فيبدا نوعيا يحس براحه في اخر الحمام. اللي بيحصل معاه ده كدرجه من الدرجات اللي دي ما نقدرش طبعا نقيم هي التدخل المطلوب معاها ايه. في احيان كتير جدا حد تحسن بتغيير نوعيه التغذيه اللي هو بيتغذاها بشكل كويس، تحسن نوعيه الاكل اللي هو بياخده، في حالات تحسن مع اللاكستيف كويس، الملينات والكلام ده. حالات تانية بتحتاج توسيع يدوي، هو ممكن يعمل توسيع شرج لنفسه بشكل منتظم على فتره متكرره. نوعيا قناه الشرج بيحصل فيها اتساع مقبول، ممكن يفقد مع الاحساس ان هو عنده ضغط مع الحمام. وفي حالات بتحتاج طبعا تدخل جراحي لعمل عمليه توسيع الشرج بعد كده او شق عضلي علشان نوعيا قناه الشرج نفسها تبدا تاخد الاتساع الطبيعي، وده بيحصل في حالات. قبل اتصال الاستاذ ايمن يا دكتور محمد كنا بنتكلم عن ان في اثنين مسؤولين عن الرعب او الخوف اللي بيحصل كتير قوي من العيانين مع الجراحات المرتبطه بالشرج المستقيم. من الواحد ان هو ساب نفسه واتاخر لغايه ما وصلنا لمرحله متاخره، فده بيضطر يعني مثلا البواسير بدل ما هي كانت حته صغيره كده حضرتك هتخش تكويها في ربع ساعه ولا في خمس دقائق، لا هنقعد بقى ساعتين نكوي كذا كذا حاجه، وده بيؤدي الى حدوث تليفات وبيؤدي الى حدوث الام بعد العمليه. نمره 2 الطرق المستخدمه في العمليه. قبل ما نروح للطرق المستخدمه، لان دي ده هو اللي احنا عاوزين نعرف اعزائنا المشاهدين بيه، لازم نتكلم عن ايه هي الاعراض. كتير جدا من اعزائنا المشاهدين ممكن بيشوفوني دلوقتي عنده حاجه او اكتر من اللي حضرتك هتقولها ومش واخد باله ان دي حاجه تابعه لامراض الشرج المستقيم. هتقول لي ايه الاعراض اللي ممكن العيان لما يحس بيها يروح يكشف عند دكتور محمد في عياده؟ بالظبط. احنا هنبتدي الاول بالحاجه الابسط اللي هي الحاجه الطارئه اللي هي اللي بتستدعي فعليا كشف مباشر في وقتها، تمام؟ ان يكون العيان عنده الم مستمر ما بيروحش ملوش علاقه بالحمام. يعني انا النهارده عندي وجع، عندي تقل، مش مرتبط لا بدخول حمام ولا مرتبط بامساك ولا مرتبط بحمام اسهل، ملوش علاقه خالص بالحمام. الم موجود ومستمر، احيانا يبقى معاه حراره، تمام؟ العيان دايما ده بيشتكي من ان هو مش عارف يقعد، حاسس ان هو دايما في حاجه مش طبيعيه. الموضوع الالم بتاعه بيزيد جدا مع الموشن، مع الحمام، مع خروج الحمام، بيبقى الموضوع بالنسبه له صعب. ده محتاج فعليا كثير منهم برضو بيشتكي ان هو حاسس ان في تورم شديد جوه قناه الشرج، هو مش حاسس حاجه بره ولكن هو حاسس بتورم ضغط على فتحه الشرج، عنده احساس ان هو عايز يعمل حمام وما بيعملش حمام. فدي من الحاجات اللي دايما بالنسبه لنا بنعتبرها طارئه، ودي موضوع الخراج الشرج، تمام؟ الخراج الشرج ده الالم بتاعه بيبقى دايما مستمر، العيان ما بيحسش براحه، ياخد المسكن شويه وتلاقي الامور رجعت للوضع اللي كانت عليه تاني. ودي من الحاجات الطارئه اللي المفروض بنتعامل معاها على طول، لان الخراج ده مش هيسكت الالم بتاعه الا مع تفريغ الخراج، تمام؟ الحاجه الثانيه ان العيان يبقى عنده افرازات مستمره من سواء من قناه الشرج نفسها او من فتحه جنب فتحه الشرج، عنده حاجه هو مش عارف هي ايه، بتعمل له سويلينج، تخلي الجين بتاعته دايما باستمرار فيها مشكله، فيها افرازات، فيها الافرازات دي مدممه مش مدممه ايا كان نوعها، ده وارد يجي من قلب قناه الشرج نفسها، وارد يكون من فتحه صغيره جنب فتحه الشرج، تمام؟ وده قصه ثانيه اللي هي المصور الشرجي. طبعا ده من الحاجات اللي محتاجه فعليا العيان يدور عليها بسرعه، ما يستناش عليها ان يتكرر معاها. وده ليه دكتور محمد؟ جزء من المشكله بتاعته ان هو في الاول بيحصل دايما بعد خراج شرج. يعني جاله خراج في الشرج صغير، عمل تليف حوالين فتحه الشرج، التليف ده حصل اكستنشن طلع فوق شويه فدخل جوه قناه الشرج، فعمل قناه ما بين فتحه الشرج من جوه من بره جنب جدار الشرج من بره وقناه الشرج من جوه، تمام؟ فالالتهاب بتاعه بقى متكرر لان انت طبيعي وجود منطقه مليانه ميكروبات ومليانه بكتيريا طبيعي تكوين المنطقه نفسه بيحكم ان المنطقه دي باستمرار الهايجين بتاعها مش سليم، الاعراض الصحيه بتاعتها في العادي ما تبقاش كامله، تمام؟ فيبدا العيان ده يحصل له التهاب متكرر، يبدا الماسور بتاعه يحصل فيه تجمعات ثانيه، فيبدا النهارده كان ماسور شرجي
صغير من النوع اللي هو القريب لفتح الشرج من بره، ما بيعديش العضلات، فيحصل فيه التهاب متكرر، يبدأ نوعيته تتغير، فيبدأ يعلى، يبدأ يدخل في العضلات، يبدأ يعلى، يبقى ناسور شرجي من النوع المرتفع، وده بيحتاج تدخل أكتر، بيحتاج ممكن أحيانا يحتاج تدخل في عملية واثنين وأحيانا ثلاث عمليات مع بعض، يعني عيان ياخد فترات ما بين كل عملية والتانية علشان تقدر تحقق نتيجة إن عندنا نرجع له ناسور تاني. أستاذ محمد هستأذنك، معانا أستاذ محمود من سوهاج. السلام عليكم أستاذ محمود. أستاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. ازاي حالك؟ الله يخليك. الله يخليك. تواصل مع الدكتور محمد. مع حضرتك دكتور محمد، اتفضل. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. انا من اربع ايام بالظبط عندي شرخ شرجي. تمام. رحت للدكتور النهارده. تمام. قال لي عندك شرخ شرجي مع التهاب. تمام. انا مديني برهم اسمه سيدا ربيك. تمام. معلش انا اسف. هيكو ماب. هيكو ماب. ايوه الله. تمام. مديني مضادات حيويه. تمام. زي ما انت قلت انا سامعك بتقول ان هو الالتهاب. تمام. عندي التهاب، ما عنديش اللهم صل على النبي، ما عنديش خراج، ما فيش دم. تمام. ما فيش اي حاجه. كان في دم في الحمام ولا حاجه؟ لا ما فيش، اي الحمد لله ما فيش دم ولا اي افرازات في الحمام. طيب تمام. الالم ده جالك قبل كده ولا دي اول مره يحصل معاك الكلام ده؟ انا مريض قولون ومريض سكر. تمام. انما احنا ما حصلش معانا اي الم في الشرج بنفس النوعيه كده قبل كده. لا اول مره تحصل لي من الفترة. تمام. طيب احنا في الفتره اللي قبل 3 4 ايام دول كان الحمام بتاعنا كويس ولا كان في امساك؟ لا صعب حضرتك. صعب. انا بقالي يمكن 4 سنين 5 سنين ما بعملش حمام طبيعي. تمام. استعمال ميه. تمام. نتيجة بنزل صعب ونزل ناشف مع ان انا مريض سكر من قبل حضرتك. تمام. سكر يعني شبه مظبوط. تمام. مش هقول لك مش مظبوط، لا شبه يعني كويس. سكر ماشي نوعيا مقبول، مش بيعلى قوي. امور نوعيا. لا لا انا باخد حبوب ما باخدش انسولين. تمام. تابعنا يا استاذ محمود، الدكتور محمد هيجاوبك حالا. تابعنا ما تلاش يا شباب. شكرا جزيلا. طبعا هو يعني خدنا من ناسور الشرج الشرخ الشرجي على طول. ده طبعا احد اهم الاسباب اللي بيحصل معاها الشرخ الشرجي هو الامساك. تمام. هو فعليا عنده مشكله في القولون، فمش بيعمل حمام بشكل منتظم، الحمام بتاعه كثافته دايما عاليه، الحمام صلب باستمرار، فهو طبيعي عنده قابليه ان هو يجيله شرخ شرجي متكرر. تمام. في الوضع اللي هو فيه ده شرخ شرجي حاد، هو لسه اول مره يجيله الالم بالشكل ده. ما حصلش معاه نزيف. الالم بتاعه ممكن يستمر معاه لحد اسبوعين من بدايه الالم. تمام. الادويه اللي مكتوبه له نوعيه مقبوله، بس هو طبعا محتاج يحسن نوعيه التغذيه بتاعته، ياخد الياف كتير في الاكل بتاعه. الياف زي دايما يعتمد في التغذيه بتاعته على الخضار والفاكهه، يعني خلي الخضار والفاكهه ده خضروات والفاكهه يعني هو الحاجه الاساسيه. اكتر في خضار بتاعته. واكتر فاكهه حضرتك تنصح بيه لمرضى امراض الشرج المستقيم؟ الالياف المركبه كلها، التفاح، الخضروات زي الخس والحاجات دي، كل ده فيه الياف عاليه، نسبه الياف فايبرز وميه، والاثنين من الحاجات المطلوبين جدا ان انا اخد سوائل كفايه، نفس الوقت اخد فايبر دايت كويس، يعني اخد كميه فايبرز او الياف كتير في الاكل بتاعي. تمام. ده رقم واحد بالنسبه لي. تاني حاجه محتاج يهتم جدا بنظافه المكان ده كويس. على الاقل هيقعد في ميه دافيه بمطهر بتدين وليكن مثلا. تمام. بشكل متكرر مرتين او ثلاثه في اليوم، ومره بعد الحمام، ودي اهم حاجه ممكن يعملها ان هو دايما يشطف المنطقه بتاعت الشرج كويس جدا بعد الحمام، يحافظ انا يحافظ على نظافه المكان بشكل متكرر، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه يطلع من شرخ شرجي حاد لشرخ شرجي مزمن، ان انا يحصل لي زي ألسر كده على المكان بتاع قرحه على المكان اللي فيه شرخ. بالظبط. فلما بيحصل الكلام ده، وده بيحصل في حالات في نسبه مئويه مش قليله من حالات الشرج الحاد، كتير جدا من الحالات بتعدي 80% من الحالات بتاعت شرخ شرج الحاد بتدخل شرخ شرجي مزمن، ويبدا بقى الموضوع يبقى متكرر معاه مع كل حمام يجيله فيه مشكله، سواء كان امساك او اسهال، يبدا الشرخ بتاعه يفتح تاني، فيبدا الموضوع بالنسبه له بشكل متكرر. فهو محتاج زي ما قلت لك على الدرجه الاولى تنظيم التغذيه بتاعته كويس جدا بشكل كويس، يحافظ على فايبر دايت كويس، الياف كتير، ميه كتير. تمام. النقطه الثانيه ان هو يحافظ على نظافه المكان بشكل مستمر، وياخد الادويه بتاعته، ويحسن يزود بقى معاها بقى كمان اللي هي الادويه اللي بتحسن كفاءه الاورده والكلام ده كله، عشان الامور بالنسبه له تبقى ايه احسن بشكل كبير. دكتور محمد استاذنك، معانا ايه من المنصوره. السلام عليكم. ازيك ايه؟
ايه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، تحت امرك يا ايه. احب بس اشكر دكتور محمد شوقي. الدكتور محمد، مع حضرتك. اتفضل اتفضل يا فندم، تحت امرك. اتفضل يا فندم، تحت امرك. سامعك. ازيك يا دكتور، فرحانه جدا ان شفت حضرتك النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. ايه، وبتقدم ان شاء الله يا دكتور، وربنا يخليك. والله حضرتك عملت لي الزايد قبل كده، وبجد فرحانه ان شفت حضرتك ربنا النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك، يعطيك على خير يا رب. بجد يعني والله دكتور محترم، يعني مش قادره اقول لك والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، كل الجو يا فندم، كل الجو. شكرا، شكرا يا ايه، وان شاء الله تابعينا تستفيدي بالحلقه ان شاء الله. دكتور محمد، قبل ما يكون يجينا اتصال الاستاذ محمود من سوهاج، كنا بنتكلم عن طبيعه المشكلات اللي ممكن تحصل. طبعا ممكن يبقى فيه خراج، دي حاجه طارئه وحاده. الخراج لو اهملناه او ما اتعالجش بصوره صحيحه ممكن يقلب بيه ماسور. جه الحاج محمود دخلنا على طول فيه الشرخ الشرجي. بقى لنا دلوقتي الموضوع الاهم والاعرض والاكثر حدوثا، وهو البوسي. بالظبط، احنا ناقصنا ان احنا بنتكلم على دي بقى هي الاكثر طيوعاً ما بين الاربع حاجات اللي احنا بنتكلم فيهم، اللي هي مشاكل الشرج عموما. اكثر حاجه فيهم شائعه، او كل الناس دايما هيبقى عند، دايما زي ما قلت لك ان احنا عندنا، هتلاقي دايما حد من اصحابك او حد من قرايبك، حد في محيط الشغل بتاعك، زميلك في الجامعه، دايما هتسمع ان حد يقول لك انا عندي بوسي. فباختصار البوسيط زيها زي اي مشكله ممكن تحصل. في بدايتها طبعا التعامل معاها سهل والامور معايا بتمشي. ممكن زي ما قلنا بتدخلات بسيطه جدا نتفادى القصه خالص. تمام، قبل ما نتكلم في احنا هنتعامل معاها ازاي، نتكلم الاول هي ممكن تيجي من اول حاجه. ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا كتير من الناس زي ما احنا قلنا بيتجاهل قصه الامساك المزمن. وده اكتر حاجه ممكن تعمل سترينينج، يعني تعمل ضغط على حزق او خلي عين دايما بيحزق وهو بيعمل حمام، فبيزود الضغط على الاورده، والاورده دي ضعيفه زيها زي اي حاجه ممكن يجي فيها دوالي. يعني باختصار البواسير دي زي الدوالي اللي ممكن تيجي في الصاق، دوالي في الفاصيا، تمدد بيحصل في الاوعيه الدمويه بتاعتنا. واحنا دلوقتي معانا صور ممكن اخواتنا في الكنترول يعرضوها بتبين مشكله البواسير. هتجهز وتظهر معانا على الشاحن. فالاورده دي لما بيحصل فيها تمدد او بتكبر، بنبدا بقى ندخل في الايه، البواسير بدرجاتها اللي هنتكلم عنها. تمام، من الحاجات الثانيه برضو اللي ممكن العيان بيهملها موضوع الكحه. العيان ده يجي له كحه مثلا تقعد معاه فتره طويله، ده برضو بيزود الضغط بتاع البطن، فبيخلي دايما برضو في ضغط على منطقه الشرج، فتبدا يحصل له تمدد في الاورده مع ضعف خفيف في الاوعيه الدمويه بتاعه المنطقه دي، يحصل تمدد مزمن يفضل معاه، فيبدا يدخل في القصه بتاعه البواسير. نقطة مهمة تانية الحمل، وده بيخلي طبعا معدلات، ده في الستات بس اللي بتبقى حمل. بالظبط، احيانا احيانا الايام اللي جايه مش عارفين ايه ممكن يحصل، بس بس يعني ده لحد دلوقتي في الستات. بالظبط، تمام. فبيجي بعد كده طبعا ده بيخلي معدلات حدوثها في السيدات اكتر شويه من الرجاله. احنا عاوزين الصوره اللي قبلها يا جماعه باذن الله، الصوره اللي قبل قبلها دي صوره بتاعت الدباسه اللي هو الاحدث علاج للبواسير. احنا عاوزين صوره البواسير بس، نستاذنكم. اي لا لا، ده علق دكتور محمد معلش على الصوره دي. بالنسبه للصوره المعروضه دي، ده التكوين الطبيعي او الشكل الطبيعي لقناه الشرج. تمام، الشكل الطبيعي لقناه الشرج بيبقى زي ما احنا قلنا، فيه غشاء مبطن لقناه الشرج، تحته الاورده الطبيعيه والشرايين المغذيه بالدم، وبعدها كده في العضلات اللي هي العضله الضامه للشرج او العضله اللي بتتحكم في عمليه الاخراج. تمام، العضلات دي بتتقسم اثنين، عضله ضمه اللي هي الخارجيه والداخليه، بعد كده منطقه الدهون والجلد والحاجات، المنطقه المحيطه بقناه الشرج. ممكن نشوف الصوره اللي بعدها. ده الشكل الطبيعي لمنطقه الشرج. تمام، الصوره دي بقى اوضح شويه، فيها المنطقه اللي بيحصل فيها المشكله. زي ما احنا شايفين في تمدد اللي هو باللون الموف. تمام، وده حجمين او درجتين منها، في جزء فوق شويه، ده اللي هو الدرجه اللي على اليمين. ده دكتور محمد اللي على يمين الصوره. تمام، اللي على شمال الصوره ده تهدد خارجي وصل لبره قناه الشرج خالص، خرج بره فتحه الشرج. تمام، باختصار كده هقول لك انا التقسيمه بتاعتهم كده علشان الناس تميز القصه بتاعتهم. الاورده بتاعت الشرج، تمام، جزء منها بيكون موجود على اول قناه الشرج على نهايه المستقيم من فوق، وجزء تاني في المنطقه المحيطه بتاعت الشرج من بره. تمام، درجات البواسير عموما اربع درجات. اول درجه ان يحصل تمدد في الاورده اللي في اخر المستقيم من فوق، اللي هي في اول قناه الشرج. تمام، ودي احنا بنسميها الانترنال بايلز، اللي هي البواسير الداخليه. تمام،
دي ما بتظهرش للمريض خالص. ممكن المريض ده ما يشتكيش معاها بألم اصلا، ويبقى كل الشكوى بتاعته ان هو بينزف بس، يجيب دم ما عندوش اي ألم مع الحمام، يدخل الحمام بشكل طبيعي جدا، ولكن يجيب كميات دم فريش، دم احمر مع الحمام بشكل متكرر، وهو ما عندوش حاجه، ما عندوش سبب ظاهري ان يحصل عنده مشكله. درجه اعلى شويه اللي هي الدرجه الثانيه، بيحصل تنضف اكبر شويه في الاوعيه الدمويه بتاعت منطقه الشرج، بيخلي عيني يحس ان في حاجه بتنزل منه وقت الحمام. بعد ما الحمام بينتهي بتطلع لوحدها. درجه اعلى شويه اللي هي كانت في الصوره على شمال الصوره، ده الجزء الموف اللي نازل بره قناه الشرج ده، تمام. ده بيحصل مع الستريننج والحمام، يبدا جزء يخرج بره قناه الشرج وبيفضل بعد الحمام موجود بره، لكن المريض بيقدر يرجعه لنفسه تاني جوه، تمام. الدرجه الاخيره اللي هي الدرجه الرابعه، هي الاورده اللي في محيط قناه الشرج من بره، ودي بيحصل فيها تهدد مستمر، لما بتنزل ما بتطلعش تاني، العيان بيقدر يطلعها بايده ولا هي بتطلع بعد الحمام، تمام. طيب دكتور محمد، واحد عنده بواسير ومرعوب، سمع بقى القصص اللطيفه الظريفه، خلي بالك هيعملوا لك العمليه، بعد كده مش هتعمل حمام بصوره طبيعيه تاني، انت دلوقتي بتجيب شويه دم، بعد كده لا هتجيب دم ولا هتجيب اي حاجه تانية خالص ولا هتعرف تعمل حمام. الناس دي اكيد ما جربوش او ما سمعوش عن الطرق الحديثه. حضرتك واحنا بنتكلم في التليفون واحنا قاعدين بره، انا كطبيب قلت لي على حاجات كتير انا ما كنتش عارفها بصراحه، تمام. حاجات جديده، وعاوز حضرتك تقول لي ايه الجديد اللي ممكن نستخدمه في جراحات المنطقه، تمام، بتاعه الشرج المستطيل، يعني ايه الجديد. نمره 2، ايه الفرق، يعني انا هعمل ميكانيزم جديده او طريقه جديده او جهاز جديد، ايه الفرق بينه وبين الجراحه التقليديه، تمام، عشان نطمن اعزائنا المشاهدين اي حد عنده مشكله في الشرج المستقيم ما يتكسفش وما يخافش. بالظبط، احنا هنبتدي باختصار الاول بتعريف بسيط كده للتدخلات اللي احنا ممكن نعملها مع امراض الشرج زي البواسير. خلينا نتكلم على الحاجه الاكثر شيوعا اللي كل الناس بتقلق منها، اللي هي البواسير، لان هي دي دايما الذكريات الاليمه بتاعه الناس او الاساطير بتاعتها والفتيل بعد العمليه والكلام ده، هو ده اكتر حاجه بيتعمل معاها الكلام ده هي البواسير، تمام. فخلينا نتكلم الاول ان احنا طريقه العلاج اللي هنختارها للمريض ايا كان هي ايه، بتعتمد بالدرجه الاولى على درجة البواسير الموجودة اللي احنا قلناها، درجة انه درجة من الاربعة، تمام. كان عندنا زمان تدخلات كده بسيطة بتتعمل للحالات البسيطة اللي هي حالات الدرجة الاولى والدرجة الثانية، تمام. دي حاجة ممكن تعملها في العيادة، مفيش اي مشكلة خالص، ولكن دي طبعا احيان كتير جدا ما تبقاش كافية للدرجات الاكبر من الدرجة الاولى والثانية، تمام. زي الربط وزي التبريد والكرايو، دي كانت من الحاجات الشائعه اللي بتتعمل دايما، وده بنعملها دايما زي ما قلت لحضرتك مع البواسير اللي هي الدرجه الثانيه والدرجه الاولى. باختصار كده فكرتهم ان انت بتدخل بمنظار شرجي، تمام، وتحط شرايط مطاطيه تربطها على البيديكل او على العنق بتاع البواسير، فبتمنع عنها التغذيه الدمويه، فمع الوقت بتنزل لوحدها، تمام. احيانا كتير جدا العيان ما بياخدش باله ان هي نزلت، بينزل الشريط الجزء اللي اتربط بيه وبينزل لوحده في الحمام، بيفضل المريض وقتها يجيب شويه افرازات كده بعد الحمام، ممكن تقعد معاه فتره، بيبقى فيه الم طبعا محتمل، ولكن زي ما قلنا ان ده تدخل بسيط ممكن يتعمل من غير تخدير بشكل بسيط، تمام. ايه مميزاته عن الطريقه التقليديه؟ هو اللي انا فهمته الم اقل، هو ده كان هو ده تدخل ابسط من الجراحات اللي الناس كلها عارفاها، هو ده تدخل بسيط احنا مش بنعتبره عمليه، يعني ده تدخل بنعمله من غير تخدير، العين بيتحرك في نفس اليوم، فده احنا ما نقدرش نقول ان ده عمليه، وهو بالمناسبه مش مناسب لكل الدرجات، هو يعني شرطه ان يكون الموضوع في الاول، يعني حاجه بسيطه لو حد مش خايف مش مكسوف وراح بدا في الاول ممكن ينفع له الطريقه اللي في العياده، ممكن التعامل ده والنتائج بتاعتها كويسه جدا والعين بتحسن والموضوع بالنسبه له بيبقى اسهل، تمام. بعد كده في التبريد، في الدباسه اللي هي اللي احنا قلنا عليها الاستابلر، ده نفس الفكره بتاعه الرابر باند او الشرايط المطاطيه، هي نفس فكره الدباسه، وهي برضو مناسبه بالمناسبه لنفس الدرجات بتاعه الرابر باند، تمام، ولكن هي سيلكتيف شويه، يعني هي ليها افضليه عن الرابر باند شويه ان هي يعني ادق شويه في التعامل مع الايه، مع الاورده اللي فيها مشاكل، تمام، يعني بتديلك فيو اوسع شويه وبتديلك يعني رؤيه اوسع للجراح وهو شغال، بالظبط بالظبط، وكمان تحكم اكتر شويه من الرابر باند، يعني بتتحكم فيها بشكل احسن شويه من الايه، من الرابر باند، تمام. ويبقى الكلام ان احنا دول مش مناسبين للحالات الدرجه الثالثه والاعلى من كده، ومش مناسبين لحالات صوت الشرايين،
فاحنا بنعتبرهم تدخلات بسيطه للعيان اللي زي ما قلنا اللي مش هيتكسف، او العيان اللي هيفكر بدري، او العيان اللي هيستشير الطبيب بتاعه بدري. تمام، وده هدف الحلقات بتاعتنا دكتور محمد، ان احنا ننشر الثقافه الصحيه لاعزائنا المشاهدين قد ايه الموضوع ممكن يبقى تافه وبسيط ولطيف، وقد ايه احنا ممكن بالكسوف نوصله لمراحل للاسف متكرره. بالظبط. طيب احنا كده اتكلمنا على الربط واتكلمنا على الدباسه، ودول على ما انا فاهم في المراحل الاوليه. بالظبط. طب نروح بعد كده لايه؟ ندخل بقى بعد كده للحاجه المرعبه للناس كلها اللي هي الجراحه التقليديه. احنا هنعمل ايه؟ جراحه البواسير العاديه. تمام؟ اللي هي الطريقه الكلاسيكيه او الطريقه الجراحيه العاديه اللي احنا فيها بنسلك الجزء اللي فيه البوليب اللي هو البواسير اللي نازله ونربطها وناخد فيها غرز والكلام. تمام؟ ده بشكل او باخر ناس عندها رعب غير طبيعي من الطريقه دي من العمليه. تمام؟ ذكريات العمليه دي نفسها كعمليه عند الناس كلها ان العمليه دي فيها فيله وفيها حشوه كبيره جدا، ويحطوا حاجه كبيره جدا جوه فتحه الشرج عشان تسيطر على النزيف البسيط اللي بيحصل جنب البيديكل، كمان عشان تفضل العاطفه بتسعى على فتحه الشرج، مؤلمه جدا في شيلها. تمام؟ ولكن ده يعني بشكل او باخر مش هي الرساله اللي احنا مستنيينها توصل في موضوع العمليات اللي موجوده حاليا. تمام؟ ولكن هو ذكريات الناس كلها تورثتها وخلاص بقت اساطير عند الناس كلها. كل الناس دلوقتي عارفه ان العمليه بتاعت البواسير لو ما اتعملتش بالليزر اللي احنا هنتكلم بالمناسبه عن القصه، او هنقول هل هو فعلا في ليزر او لا في العمليات. تمام؟ ليزر مظلوم معانا في كل الجراحات. بالظبط. فاحنا هنقول دلوقتي بالظبط القصه ماشيه ازاي في الموضوع بتاع الليزر. احنا فاهمين انت هتمشي في الشارع هتسال اي حد يقول لك انا عندي بواسير، طيب عندك عمليه، طب انا اعملها جراحه ولا ليزر؟ طب هي ليزر ولا جراحه؟ ده موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه، ولازم نقول ان 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 الاستخدام بتاع التكنولوجيا الحديثه والاجهزه اللي دخلت مش بالضروره ان هي ليزر حرفيا، هي اجهزه احنا نتكلم فيها ونقول فوائدها ايه وايه الفوائد بتاعتها وايه الادفانتج بتاعتها، ايه مميزاتها عن الجراحه العاديه والكلام ده كله هنقوله، بس لازم نخلي الناس برضو تفهم ان احنا عندنا نوعيه مختلفه من التكنولوجيا مش ليزر حرفيا. تمام؟ نقول القصه بتاعت الجراحه التقليديه الاول ان احنا عندنا فيها الم بعد العمليه، ما نقدرش ننكر ان هو موجود. احيانا بيحصل افرازات زياده شويه، التئام الجروح ابطا شويه. تمام؟ بدانا في الفتره الاخيره يدخل عندنا جهازين مشهورين جدا في العمليه اللي هو جهاز الهرمونيك وجهاز الليزر، دول الاجهزه الاكثر شيوعا في العمليات بتاع الشرج. تمام؟ الجهازين نفسهم في ليزر محمد في الشرج ولا يعني تعمل لي ليزر ولا تعمل لي جراحه؟ لا هعمل لك جراحه عشان انا بحب الناس فيعني عايزك تبقى يعني تروح وتيجي معايا كتير يعني، بس اعمل جراحه هتروح واشوفك كتير، انما هتعمل هرمونيك ممكن ما اشوفكش الا بعدها بفتره طويله يعني. فاحنا مبدئيا كده هنعمل لك انت جراحه يعني، لكن اعزائي المشاهدين هنعمل له هرمونيك عشان هرمونيك عشان انا بحب الهرمونيك عموما عن الليجا شوت شويه. تمام؟ فبالنسبه للفكره هو فعليا ما فيش حاجه اسمها ليزر بيم او شعاع ليزر حرفيا بنستخدمه في عمليات الشرج. هو باختصار جهازين هارمونيك ليجا شوت، الجهازين دول بيستخدموا موجات صوتيه التراسونيك ويف، موجات صوتيه في انرجي سورس في جسم للجهاز بيستخدم بيحول الطاقه بتاعه الالتراسونيك ويفز دي يحولها على كابل بيتنقل لآلة زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي. الآلة دي بتحول الويف اللي طالعه من الانرجي سورس اللي هو الجهاز نفسه لطاقه بتطلع على البليد بتاع الآلة، تعمل كاتنج، تعمل سيلينج للايه، تقص وتلحم الاماكن اللي احنا هنشتغل عليها. كاتنج وسيلينج تقص وتلحم. تقص وتلحم بالظبط. انما عشان نستخدم شعاع ليزر لا، مفيش حاجه اسمها بواسير ليزر، هو في بواسير الهارمونيك او بواسير الجاشور او بواسير الجراحه العاديه اللي كل الناس طيب عارفه. طيب نبدا خلاص احنا اتكلمنا عن الجراحه، عرفنا ان فيها الالم اكتر شويه، الافرازات اكتر شويه، عمليه التشافي ابطا شويه، ولازم يتحط فتيل محترم وهو بيتشال بيوجع شويه واثنين وثلاثه. نروح نمسك جهاز الجاشور وليكن اللي انت بتحبه اكتر. انا بحب الهارمونيك. الهارمونيك يبقى نبدا بالهارمونيك. نبدا بالهارمونيك. هو جهاز الهارمونيك باختصار هو زي ما احنا قلنا هو فكره الجهازين واحده، ولكن الفرق في ما بين الجهاز ده والجهاز ده هو فرق شكل الاله. تمام؟ الحجم بتاع البليت بتاع الاله نفسه او السلاح بتاع الاله اللي احنا بنستخدمه. كمان الفاريشن بتاع توزيع الطاقه اللي بتطلع على المقدمه بتاعه الاله اكتر. تمام؟ طيب انا شايف الفرق في ايد حضرتك
آلة دي هارمونيك ولا ليجي شور الأول؟ دي آلة هارمونيك. تمام. هو آلة الهارمونيك بالنسبة لي أنا بحبها عشان هي سيلكتيف شوية. حجم البليت بتاع الآلة نفسه قدام لو احنا الكاميرا قربت على الآلة شوية، هي الآلة دي بتوصل الكابل، الكابل ده بيروح على الانرجي سورس، على الجزء بتاع الجهاز اللي هو الجنريتور نفسه، المولد بتاع الجهاز. بينقل بقى الطاقة من الجهاز لحد الآلة. الآلة دي بتترجم الموجات اللي جاية لها عشان تطلع بشكل طاقة من هنا على الجزء اللي هو المقدمة بتاعت الآلة دي. فلما انت بتقفل بالآلة كده وبيدي سايكلز ورا بعضها، دورات متعددة من جسم الآلة لحد ما يلحم يكوي او يقفل الأوردة اللي موجودة. هتعيد الجمله تاني، لان دلوقتي يعني هنبدا الصورة تبقى مقربة اكتر لاعزائنا المشاهدين عشان يفهموا فكرة عمل الهارمونيك بالأزل. تمام. زي ما احنا قلنا، هي الهارمونيك ده كجهاز هو له جنريتور او مصدر للطاقة، اللي هو الجهاز الكبير، الجهاز نفس الجهاز الكبير اللي هو نقل الموجات الصوتية للآلة الصغيرة. بيحول الموجات الصوتية، بيحول الموجة الصوتية اللي معانا لحد لموجات على مقدمة الآلة دي اللي احنا شايفينها. تمام. مقدمة الآلة دي ليها وظيفتين او ليها اتنين مود اوف اكشن، ليها طريقتين في الشغل. بتشتغل على الأوردة نفسها، تبدأ الأول بتدي سايكل دورات متكررة من الويفز دي لما بتطلع على الآلة من هنا لحد ما تقفل الأوردة. تمام. بعد كده بيقوم الجهاز نفسه اوتوماتيك لما يقفل الأوردة وتوصل البليتس لبعضها، هو بيقص الايه المنطقة اللي احنا بنشتغل عليها الوحدة اوتوماتيك. تمام. يعني بيعمل الوظيفتين اللي احنا عاوزينهم بالظبط. احنا في الجراحة العادية بندخل احنا بتسلك وبعد كده تربط وبعد كده تقص. تمام. هو بيعمل ده كله في حركة، هو بيعمل ده في سايكلز متكررة. هو الويف بتفضل تطلع على الآلة، انت اوتوماتيك بتضغط على الدواسة بتاعتها او الهاند بيس بتاعتها، تضغط عليها هي بتطلع السايكلز لوحدها بشكل متكرر لحد ما توصل للسيلينج الكامل او قفل الاوردة بشكل كامل، فتبدا تفصل الآلة، تفصل الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه. مميزات ايه يا دكتور محمد علي الجراح؟ وظيفتك مع الآلة ان انت بتختار المكان اللي انت بتشتغل عليه بس، انما الآلة هي اللي بتكمل السايكلز الكاملة بتاعتها. مميزاتها طبعا ان هي مور سيلكتيف، يعني هي دقتها في التعامل مع الأنسجة احسن بكتير جدا، مش عنيفة مع الأنسجة اللي حواليها، لأن أنت بتختار الجزء اللي أنت هتشتغل عليه بشكل بسيط جدا. زي لو أنا هعمل على الجزء بتاع صباعي ده كده، أنا بختار التب اللي هو آخر الجزء اللي أنا هشتغل عليه وبقفل عليه بالآلة، خلاص القصة بالنسبة لي كده لحد كده خلصت، ما عملتش إنجري، ما عملتش إصابة للأنسجة اللي حواليها بشكل كبير. وده بيخلي الألم أقل، خلي الألم طبعا أقل، العملية أقل، الضغط نفسها أقل، التليفات والضيق اللي ممكن يحصل أقل، التئام الجرح نفسه بيبقى أسرع، لأن أنت كده كده الإتش اللي هي طروف الجرح قريبة لبعضها بشكل كبير جدا مع قفلة الآلة نفسها واللحام بتاع الأنسجة نفسه، بيخلي الالتئام أسرع شوية. تمام. فده بيديك أدفانتج، العيان يبدأ نوعيا يحس إن هو بيتحرك أسرع، ممكن طبيعي ما بتحتاجش معاه الفتيل اللي هو الطوري بتاع زمان اللي هو الحاجات الجبارة اللي كنا بنحطها في الشرج الأول، حط حاجة بسيطة خالص حتى لو فيها صغيرة، ومع عليها الكريمات بتاعتنا العادية اللي هي الكريمات المخدرة والكريمات الموضعية الطبيعية اللي احنا بنحطها حتى مع الفتيل الجديد، ولكن على شاشة صغيرة العيان مش بيحس بوجودها. تمام. ده ما بيجبرش العيان ان هو يبقى مضطر يدخل الحمام بشكل صعب اول مرة وتاني مرة وتالت مرة، هو بينسى القصة شوية نوعيا، لان الالم مع فعليا مع اول حمام اقل مع الجهاز، الموضوع بالنسبة لك ابسط. الليجا شور يا دكتور محمد؟ الليجا شور نفس الفكرة بتاعت الجهاز بالظبط، هي نفس الآلة ولكن بليت اعرض شوية. تمام. بيطلع نفس النتائج بشكل كبير جدا، ولكن هو بيعمل ثيرمال انجري اكتر، فبيعمل حراره يعني اكتر، حراره شوية. اكتر شويه على الانسجه. ف يعني ده هل الهارمونيك له حالاته والديكاشور له حالاته، ولا هما الاثنين ممكن يشتغلوا بكام؟ هما الاثنين كائره، هما الاثنين دول هما اللي هما دول اعلى، يعني هما دول الحاجتين اللي بيطلعوا مع بعض، الاثنين بيقدموا نفس النتيجه والعيان معاهم بيستفيد جدا، بيستفيد بشكل كبير جدا عن الطرق التقليديه للجراحه، تحسن على مستوى الالم احسن بكتير جدا، التئام جروح اسرع بكتير، العيان نفسه بيحس ان هو قصه الضيق اللي بيحصل في الشرج ده مع الاجهزه نوعيا اقل كتير، لان انت زي ما احنا اتفقنا ان احنا مع الجراحه التقليديه بتبقى يعني نوعيا انا بسميها عنف شويه، مع الانسجه بتبقى عنيف اكتر شويه، لان انت بتتعامل بشكل حاد باجهزه الكي العاديه، فبتبقى نوعيا عنيف شويه مع الانسجه. دكتور محمد، كده نقدر نطمن اعزائي المشاهدين نقول لهم يعني في تطور وفي اجهزه اكتر وفي حاجات بتقلل من الرعب والنظريات المؤلمه والجراحات المخيفه اللي كنا بنسمع عنها في منطقه الشرج والمستقيم. للاسف شديد محمد الوقت الجميل بيمر بسرعه جدا، انا استفدت
واكيد اعزائي المشاهدين استفادوا. ختام حلقه النهارده بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتحيه. يعني انا اللي بشكر لك انك اتحت لي الفرصه ان انا ابقى متواجد معاك النهارده. بالنسبه لكابتن ادم من اشطر الجراحين اللي ممكن تقابلهم في تخصصه واخ عزيز، وبشكره طبعا ان هو اداني الفرصه ان انا ابقى متواجد معاك النهارده، ونشوفه يعني على خير قريب في حاجات تانية ان شاء الله نستفيد كلنا مع بعض ان شاء الله. ربنا يخليك يا محمد. شكرا ليك اعزائي المشاهدين. في ختام هذه الحلقه بتوجه بخالص الشكر للدكتور محمد شوقي اخصائي جراحات الجهاز الهضمي والمناظير، واتكلمنا النهارده عن موضوع بيهم قطاع كبير جدا من الناس. بتوجه ليكم اعزائي المشاهدين بخالص الحب والتقدير والتحيه. مستنيكم ان شاء الله الحلقه الجايه يوم الثلاثاء الجاي في 9:15 على الهواء ان شاء الله. بتقدم بخالص الشكر لفريق العمل الرائع على راسه المخرج المتميز رامي الجيار. نتقابل في الحلقات الجايه. لكم مني كل الحب. سلام الله عليكم ورحمه الله.